طفولة في المدرسة أخلقها إزاي؟ تفضل أستاذ شعبان. تعريف الحب، الحب هو أساس أو هو إحساس نابع من شعور بالانتماء والمسؤولية طبعا، والحب هو أساس كل شيء، بالتالي يرسم البسمة عند جميع الأطراف. نتقص عبد العزيز، لو ما فيش قيمة الحب في مدرستك هتخلقها ازاي؟ واحنا عاوزين نقول احنا كمديرين لازم نعود المدرسين بتوعنا ان الاساس ان احنا نعرف الهدف المهني اولا. ودي يمكن قاعده علقه في مخي من زمان، من يوم ما كنت طالب كان الاستاذ بتاع طرق التدريس كان سال سؤال بيقول في الجامعه ايهما افضل، انك تعلم الطالب الهدف المعرفي الاول ولا المهاري ولا الوجداني؟ كانت الاجابه عندي في اللحظه دي ان احنا نعرف فهم كثير، يعني اول حاجه حب الله، حب ابنك، مدرستك، شغلك، اهميه الحب في المجتمع المدرسي خاصه، التعاون، لما بيكون في محبه في المدرسه بيبقى في تعاون، يعني واحد حابب مدرسته وحابب شغله هيشتغل زين من غير يعني اي شيطه من الدايه. انت انت لو شغال حضرتك هتبقى ايه؟ هتدي بلا حدود يعني. التعاون وانجاز الاعمال، حسن سير العمليه التعليميه مما يؤدي الى رفع المنتج اللي هو التلميذ. لما بيكون في محبه وفي تعاون في المدرسه ده بيؤدي الى ايه؟ ان احنا بنطلع بنلاقي نادر تمام. كيفيه ايجادها في المدرسه عن طريق الاحترام. انا لو بحترم الناس اللي شغالين معايا وبقف معاهم وبحاول ان انا وبحاول ان انا اتعاون معاهم اقدر ظروفهم، كل ده لو مش موجود هيوجد، يعني ده كل ده هيؤدي الى ايه؟ الحب والاحترام والمشاركه في المواقف المختلفه مع افراد اسره المدرسه، في المناسبات لو حد مريض ممكن اتصل اسال عليه، الحاجات دي كلها بتزيد القيمه بين الناس وايه، وبتخلي فيه محبه. كيفيه الاستفاده منها واستغلالها، طبعا زي ما قلت قبل كده استغلالها في انجاز الاعمال والتعاون والترابط واحترام الاخر وخلق جو اسري في المدرسه يقوم على التعاون والمحبه. المظهر اللائق، التعاون بين العاملين والترابط بينهم، وأخيرا الكلمة الطيبة صدقة.